السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضيع فيما يتعلق نظام صعوبة المقاولة، خاصة مساطر الوقاية من صعوبة المقاولة بما فيها الوقاية الداخلية اللي شفناها في الحصص السابقة، والوقاية الخارجية أيضا في حصص سابقة. والآن نحن في التسوية الودية وما تطلبه من تحريك مسطرتها وفتح كيف كيتم الفتح ديال الإجراء ديال التسوية ديالها والشروط ديالها والتحديد والتعيين والاتفاق كيف يبرم. ومن بعد دابا في الحصة غنشوفو فسخ ديال هذا الاتفاق ديال التسوية الودية، يبقى معنا الاثار ديال الاثار شنو غادي هنا كيتفسخ. اذا هذا الابرام ديال اتفاق التسويه الوديه مع جميع الدائنين او على الاقل مع الدائنين او على الاقل مع الدائنين الرئيسيين بهدف يهدف اساسا الى تمكين المقاوله المدينه من سداد ديونها بشكل لا يؤثر سلبا على وضعيتها الماليه، وبحيث تستطيع بفضل هذا الاتفاق أن توفق بين أمرين اثنين، أولهما سداد الديون وثانيهما عدم التوقف عن الدفع. لكن المقاولة قد لا تنفذ التزاماتها الناشئة عن اتفاق التسوية الودية، مما ينتج عنه والحالة هذه فسخ اتفاق وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة، وذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 558 من مدونة التجارة، والتي جاء فيها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير وبسقوط كل آجال الأداء الممنوحة. ومع أن رفض الالتزامات الوارد في المادة 558 المذكورة جاء عاما، إذ يشمل أي نوع من أنواع الالتزامات، إلا أن هذا يهم فقط حالة فسخ الاتفاق. أما بالنسبة لفتح مساطر معالجة صعوبة المقاولة، فإنه ينبغي أن يحمل على أن المقصود منه نوع واحد هو الالتزامات المالية المتعلقة بسداد الديون، وبالتالي فإن فسخ الاتفاق بسبب عدم تنفيذ التزام واحد أو أكثر من هذه الالتزامات المالية يعني أن المقاولة لم تعد قادرة على سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول، مما يبرر بالتالي فتح مساطر المعالجة كما نصت على ذلك المادة 560 من مدونات التجارة. إذا إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.